يضحك عليك ورا المايك. طيب جالس اسجل الحين، خليني يعني اوريك الجانب السيء مني. طبعا الحين يجيك واحد، كيف هذا الجرافيكس الحين كويس؟ ضبطت المحاكي، طيب حسنت ام الجرافيكس الحين محاكي احسن من اللي قبل، صار يعني احسن من الجرافيكس الاصلح حق بلاي ستيشن نفسه. فا يعني لكم ان تتخيلوا هذا يعني. طاش بابا الو، هلا 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 بقدوم خلدي زيتي بس انا دراء ايش زيتي كيف كم جتي ايه استقبل انت بي تي وين؟ اي ابله طيب ايه كم وين لقيتها وين لقيتها؟ استين خصم عليها 33% 20 دراهم. استقبل انت جتي في ما غيرها؟ ايه ها صدق والله اي والله 20 دراهم ما هذا يبي يشتريها، لازم اشتريها. متى يخلص العرض؟ دقيقة شوف هلا 20 دولار والله كويسة. تأكد ان جي تي في لا تجيب العيد يا مخفى، انا ايه اعرفك. انت الاهبل تفهم، ما قلت اهبل قلت مخفى يا اخي. انت المخفى. طيب يا ابي 20 دراهم نيم 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 يوثق الحدث ونصوره في الواتساب. صور ابوه يا شيخ، لازم اشتريها خلاص يعني. الحين جاء عرض كويس. صور حدث عشان اتاكد انت نصاب ولا. يب انا ما ادري، ما يمكن ما اخذها. 20 دولار ما تاخذها، يبي لك جلد. لا تسلفني والله والله ما يبغى دراجة صراحة يعني. خلاص خلاص انا 90 دولار ما قدرت له عشان تبغاني اخذها. لازم تدبر وضعك يا اخي، 20 دولار ترى رخيص مرة. يا بهذا ما صار تخفيضات زيت. نعم 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 نعم
أو بابا بابا آه.
Hey, wake up. ايوه Buddy was moved to هلا your والله channel. سيما، حياك يا بطل. هلا بالزين كله. يا سجل يا سيما الله يهديك. سيما. بجر. اوكي. بش بك انتم جيت وسكت عندي اوه
ايه هو سلمين كلكم انتم، ليش بس انا اتكلم عليكم على اسلوب المفرد لانكم نكرات يعني. ايه ما سوق يا فلان ولا انتما، كلكم واحد كلكم سلامتك. طيب ليش تبغون تعرفين؟ ليش تبغون تعرفين؟ وش ايش ايش تقولون؟ انا احدثك بلغه المؤنث. تسلمي والله، الله يسلمك والله. علم الشوارع علم بس تحسبين اني ما اعرفش. لا ما عرفت رايين. بس رايك كنت دقيقة زينها. بص يا شيخ. اعرف غدش. ايش اخبارش؟ ايش علومش؟ كيف حالش؟ ما ادري من وين جابوا الشين هذا. لا لا هذه معروفة من زمان. وش اللي؟ كانوا يسمونها لا اطلع كي تضحك وجدت والله العظيم يعني. استغفر الله. علماء وزي كذا. كانوا يسمونها الكشكشة. وشو؟ انهم يحولون الكاف حقت المؤنث الى شين. وهذا مجيد دور عنه في كتب اللغة. تحت الكشكشة. اوه. والله مجيد. يعني هم وكام 100 100. ايه. لا والله مجيد. يحولون كيف حالك كي الى كيف حالش. طيب بعض اللغات مثل بني تميم يحولون الكاف الى سين. كيف حالك مثلنا؟ انا ما ابي تميم بس اقول لك. ايه ايه. ايه انتشرت لازم بالقبيله فسمونها مكشكشه. سمونها تاليف تاليف سمى تاليف يلا. ايه اسمي كذب عليه والله. انت انت اصلا ومسلم كذاب. طيب سوى مسابقه كل سنه بينك انت وياه دائما تتوز عليه. كذاب مسلم كذاب مات من 1400 سنه. كذب عليه ليش يا رجال؟ يا شمس سلك نارك كشكشه ومدري وشو. شايفني احمد قدامك؟ ها؟ بجر هذا ليش حسك ملخبط؟ اخي نا ادخل صورت لكم التخفيضات حق السليم اصلا متى تنتهي؟ هي بقيتين كم حنا؟ أنا 5 أيام بقيت. طيب مو معقول إني خبصت العرض هذا. ليه عروض متجددة يعني؟ اليوم عرض. يمكن آخر ثلاثة أيام يحطون ذا العرض. تدري لو أخذت المكان في سنين درار كان ما يرجعوها. خلاص تجي عندي. قصدك سويتها بري أوردر. لا هو اخذتها انا اقصد اني لما صرت ابي سنين دولار دفعت فلوس اخذتها بصير عندي خلاص. اي خلاص اكيد. اذا في بابا واحد شاف لعبه قيمتها ب 16 دولار صار عليها تخفيض ب صارت ب 5 دولار اخذها يا واد كلك ما درجت على طول زي ما هو مسيت ما قعدت. لا اصلا تمشي معي انا اخذتها من تخفيضكم خلاص. ايه ما كنت تفرطهم خلاص لك. together ودي نشوف فيلم انا وياك سوا كذا. والله عندك ها ما اقول لك لا. شيك انت كيف؟ طيب لك فيلم سلسلات انت؟ والله الطويل ما لي صراحه بس انا كذب ولا اكره المسلسلات لكن تبغى نشوف اول حلقتين ثلاث حلقات معك هي عندك اي اشكاليه. اما تابع انك تتابع ون بي 60,000 حلقة. ايه هذا مو زي مسلسلات دي العادية.
طيب يعتبر مسلسل انمي يعني. الى حياتك حياتي ما اعتبر مسلسل. كروسان اليوم رحت اشتريت منهم كروسان خرافي، اشتريت منهم كوكيز، عندهم كوكيز مكتوب عليه كل الاشياء. تحب الكوكيز راح اشتر. وين مثالي مثالي اي في كوكيز صغار كذا مكتوب عليه كل القيم الغذائية. وش المحل هذا حق كمال تسامر؟ وش شو شو معلش ما كنت اسمعك لان المقطع عندي صوت عالي. لا اقول المحل تكلمون عنه هذا حق كمال تسامر وش قصته؟ اي محل ما ادري تشترون منه بروتين شوكلت. لا 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 بروتين ذا نشتريه من واحد، لكن اللي تو اتكلم عنه الكوكيز والخبز ذا والكروسان هذا محل مخبز اسمه المثالي في الرياض. ايش اسمه بس ميزته ان الخبز المفروض وذي الاشياء يكتب لك فيها كم فيها من سعرات، كم فيها كربوهيدرات، كم فيها بروتين، والمنتجات حقتها بدون دهون عالية او بدون زيت، بس مخبز عادي يعني حلويات نفس اي مخبز. اللهم ذا الميزات فيه. ادخل معنا يا جديد. وش ابد معنا بال وش يا اخي انا عندي ترهلات اصلا امسي عملية قبل. ايه مشكلة ذي سلوليت هذي اللي عندك؟ ها؟ سلوليت؟ او سلولايت؟ وش مرض هذا يطلع الجلد كذا مترهل مرة بقوة يرج. والله ما ادري انا في ترهلات قوية عندي. هذا مرض. هذا لازم علاج. كنت مشحم مرة من اول. اي نعم زيك. صار في نزول بالوزن الشديد. زيك انا زيك. نزلت 40 كيلو. عشان اشد هذي ايه اللي قاعد اتفلسف فيه على ابو حمد. يبي لي بروتين، يبي لي تبن، ما ادري شو. لا يبي لك تحسب عناصرك الغذائيه اللي تاكلها. ايوه وتاكل كل يوم حاجتك من الاكل، يعني تلاقيك انت منقص حاجتك الحين. تاكل كل يوم حاجتك اللي بالضبط. غلط. تبغى تنحف يعني؟ لا انا اقصد وشو لا اقولك تنهبل اكلي مو صحي. مو 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 لا ترى ما اكل اكل صحي. انا اكل مطاعم انت تاكل على الاقل اكل طبيعي حتى لو مو بصحي في دهون زي كذا. لا يعني انا اشرب كولا عرفت. طيب واكل شلون اقولك حلاوه واكل واحد من الاكل بالعاده عرفت يعني ما نوع. انا امس وش ما اكل؟ امس متغدي بيتزا كوكيز. بيتزا كوكيز؟ ايه سلامات يا طيب. صفر صحي يعني. صحية صفر الموضوع. ما في أي شيء صحي. بيتزا كوكيز قمة الدهون والأشياء الضارة. خليني أقول لك أنا وش آكل بالعادة. أكلي يعني عندي وجبة واحدة صحية. تدري وش صحي؟ صحي إنه بس ما في زيت مهدرج. وفي نوعين من الخضار أو نوعين من الفاكهة. ترى إذا أكلت يومياً شكلين من الفواكه كذا انت صحي ترى تسمى. هذا معنى صحي. لا تكبر الموضوع اكبر من اللازم. خليك من بهرجة الاعلام. لازم تنوع في الاكل ومدري شو تاكل خضار تاكل كل شيء. كلام فاضي الله يلعنهم كذابين يا شيخ. ولازم ما تاكل في الليل وتسمن. امس انا ماكل 4 سندويتش توست في الليل.
كينت بتر بعد يعني من الدراسة حقتك انت وش اللي تجرب على نفسك لا وشارب كاس ماء ونايم بعد قايم وزني نازل 400 جرام يمكن طيب يا اخي انت مخلوق فريد من نوعك يا رجال بطنك ما يدري عنك يقول يا ابوي لا تدخل علي اكل في الليل ايش دراه ولا لا تدخل علي اكل زيت سلامات يا ابوي والله انهم يفقشون على العالم فقش مو طبيعي يا شيخ انا اكلي نمشي فيه واكل اكل مو صحي حبيبي امس تدري ايش ماكل امس فطور انا متغدي بيتزا كوكيز مفطر توست جبن شيدر ومتعشي توست جبن مكسيكي ما شاء الله شيدر بعد بس اللهم لا حال. اسبوع ما يحتاج اقول هذا يعني اتوقع انك لو تاكل كذا بيجيك مغص في يومك لكن ابشرك ما جاني اي مغص ما شاء الله الحمد لله ما في اكل صحي ولا في شيء ما في شيء اسمه اكل صحي حتى الاكل الصحي والخضار والفاكهه ذي تسمن يمكن اكثر من الاكل العادي اذا ما اكلته بالكميه الصح لا تقلق نفسك تقول كولا بيبسي دايت يا شيخ خليني اختصر عليك الموضوع كله واعطيك قناه غير جسمك او تشينج يور بدي وتابعه تابع مقاطع من البدايه انا بشد جسمي يا شيخ جلدك تابع مقاطع من البدايه رح المقاطع اللي بالاول اللي في البدايه انا جلدي تحت الارض حوم كبدي خصوصا تحت اليدين والخصر والبطن والفخذين هذه كانت كلها تتسحب في الارض لكن الحمد لله شديناها يم 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 طيب سهل الموضوع ولا جدا اسهل من شكلي تخيل مو بسهل اسمعني انت الان اليوم انت الان تاكل على راحتك لين ما تشبع ولا ما تحرم من نفسك صح طيبي تدري اذا دخلت في البرنامج ذا ترى راح تضطر انك تاكل اكثر وتشبع نفسك بالقوه بزياده انا اصلا ما انت صغير يا رجال يعني اكل سندويش ايه خلاص يمثل بطن فهمت لا يوي لا يوي عشان تعدد جسمك بتضطر احيانا انك تاكل زياده ترى ايه تاكل كاكاو زياده ولا تاكل شيء زياده عشان يشد جسمك وتنحف بعد مو بيشد تسمع لا يشد تنحف شوف البله تاكل اكثر من الانسان الطبيعي والله ذاك اليوم انا وحمد احنا تعرف فدركرز قد رحت له ما انا فدركرز هذا مطعم زبده ما علينا رحنا وطلبنا المقبلات زين طبعا ناويين نفجر الاكل تفجير طلبنا مقبلات اصابع مزرلة اخذت اربعه وبحمد اخذ اربعه زين طلبنا 16 ديناميت شرم 8 ري 8 ابو حمد تعرف الديناميت شرم ولا لا روبيان المقلي ذاك اللي عليه صلصه حاره ترى احدهم طعم وشو بروستد كبسه زي كذا اقول زي البروستد لا بس انه تعرف البروستد اللي جمبري اي جمبري المقلي اي 8 حبات لي 8 حبات ابو حمد حلو طلبنا سلمك الله صحن بطاطس كبير عليه لحم مفروم وجبن شيدر مغرق صحن كبير يا ابوي كلت نص تقريبا وزن الصحن كيلو اتوقع البطاطس هي موجودة كلت نص الصحن انا ونص ابو حمد هذا مقبلات تونا ما جينا الاكل صحن سلطة روسية ذيك اللي بالمايونيز مغرقة مايونيز يا شيخ عليها جبن لا زيادة حطيت فوقها جبن ناتشو هذا الهالبين شو اسمه الاصفر حق المكسيكيين هذوليك ما ادري شو ايوه غرقت امه يا شيخ صحن كبير تقريبا كلته ولين انفجرت ماك هذا الان مقبلات انا ما جيت الطبق الرئيسي ضيع كان ذا كله زين خلاص كذا انا انفجرت ما عاد اقدر انا وزني ترى 58 ما اقدر اكل اكثر كان وزني 100 طبعا حتى انا وزني 100 اول ما اكل بالكميه ذي ابدا سويت سلمك الله طلبنا وجبه رئيسيه طلبت تعرف الراب راب دجاج ايه راب دجاج شال اسم المخصي طيب وش راب دجاج تعرف الترتيلا ايه الخبزه هذيك بس ايوه خبزه ترتيلا محشيه دجاج بصلصه الباربيكيو ما ادري وش ذا وصلصات خربيط اي خبزه 3 اونصه تدري شانه 3 اونصه ولا ما تدري شنو 3 اونصة يعني 6 متر او 7 متر الخبزة 6 سنتيمتر او 7 سنتيمتر تقريبا ما شاء الله يعني يا ابوي 2 ساندويتش يعني بحجم 2 ساندويتش ساموري او 3 ساندويتش ساندويتش
ايوه وصحن بطاطس ما قلت غير الصلصات غير وبلا انا اكلت نصها خلاص قلت اللعنه انفقعت مع ذاك دراكن. يا حبيبي انت ما شاء الله وش الاكل ذا. باقي في يومي 400 سعره يعني اقدر اكل همبرجر من برجر ايزر في الليل. خلاص يا اخوي لك نيه بعد. اصبر جا الليل انا ناوي همبرجر. والله يا شيخ ما اقدر اتحرك من الاكل ما اتحمل ما اتحمل اي تهضم ما اكل اكل مو طبيعي على وجبه واحده. شو الحل وش الحل ما في حل واشرب مويه وكثرت مويه ونمت. كولا يا طيب عشان تهضم. ايه 300 وشو؟ كولا كولا عشان تهضم ولا سبب. كولا كولا بينفخ بطني زياده بالغازات. قمت من بكره 300 سعره حقت امس اضفتها الفطور بكره. كيف ما ضربت؟ ما في شيء فوته، لا تفوت شيء. ماني مفوت ولا سعره حراريه، لا وبعد اسبوع رحت اوزن وزني نازل 300 جرام يا لبيه. الحمد لله. والله الناس يا اخي 300 جرام يا اخي ما تحسه شوي. يمكن انت شاك نحف. لا انا لا لا انا ما انا كم وزني؟ تدري كم وزني؟ هذه 6 كيلو مدري كم ذاك تقول. 80 كيلو وزني كم؟ وزني 58 وزني 58 الحين انا. ما شاء الله. انا والله اطمح لل 65 60 يعني ترى ما احتاج انحف الحين ترى انا نازل عن الوزن الطبيعي 6 كيلو او 7. ترى الطبيعي وزني الطبيعي 65 71 ترى انا محيف بزياده يعني فهمت؟ لا تحس بانه شوي لا وانا حاط الاكل والسعرات اللي اكلها عشان ما انحف وانا قاعد اكل وانحف عشان بس احافظ على الوزن. شوف الحمد لله صح اني انزلها شوي عشان انحف شوي 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 بعض الاحيان ابغى هالشيء انا لكن الانسان ايوه ما يا اخي جاهل والله العظيم يعني لو تعرف انت تحسب سعراتك وتحسب الماكروز حقت اكلك راح تلاقي انك عندك مساحه في يومك تقدر تاكل اكثر من اللي حارم نفسه واكثر من الناس دوله وتنحف بعد. ترى مساله جدا بسيطه تابع ذا القنوات الثلاثه اللي بعطيك اياها وراح تتعلم الموضوع مثلي. ايش محارب الدهون ما ادري محارب التبن ولا لا ايش محارب دهون تجيب كيف بلا محارب دهون يا رجال فكره من ذا الكلام الفاضي. ما في شيء اسمه محارب دهون انا صديق الدهون يا شيخ وين الدهون بس انا باكل يا اخي داكس لاي يا اخي والله تابع ذا الاثنين ذولي تابع مقاطعهم من اول مقطع لا تروح طيب المقطع الاخير طيب معلش هم ناس فاهمه يعني ولا تفلسف مثلك مع احترام هم مو بناس فاهمه هذا وزنه 140 نزل ل 70 ومعضل الثاني وزنه ما ادري كم عنده فقر دم عنده امراض زاد وزنه الين تقريبا 90 ثم نحف مره ثانيه وشد جسمه على عضل يعني ناس متخصصه يا ابوي الثالث وزنه كان 70 رفع وزنه 90 وسمن وطلع له كرش كل شيء وشد جسمه لين طلع جسمه معضل طلع نحيف على عضل يعني يتكلموا عن ترحلاتهم يا ابوي هم تكلموا عن البرنامج ذا هم ماخذين البرنامج ذا من واحد متخصص جربه يا ابوي اكثر الناس الان بدها تطيح فيه تابع القنوات الثلاث تشينج يور بادي مشاري الدريمي ار اباوت فتنس تابعهم هذول متخصصين يعني تراهم قديمين وهم في الموضوع لهم سنه الحين او ازود انا ما اقول لك هم يتفلسفون او شيء لا نظرهم اول ما بدوا وش سووا في نص اشيائهم وفي النهايه وش صاروا نظرهم من البدايه ناظر من اول المقاطع روح ارجع لا تبدا من الاخير عشان ما تلحس لا روح ناظر المقاطع اللي في البدايه نصيحه ابدا بقناه هذا تشينج يور بادي رحنا ناظر مقاطعه اول شيء بدايتها مره اول مقطع له ناظره كيف نحفت 50 كيلو وشديت جسمي المقطع الثاني المقطع الرابع حل مشكله الترهلات ترى عنده حل مشكله الترهلات انا اخذتها منه اي والله الله يجزاك خير المقطع السادس ما في اكل صحي شف ترى حل مشكله الترهلات في كل مقطع راح تلاقي يعطيك حلول للترهلات فهمت فنصيحة تابع كل مقاطع حتى لو ما كانت العناوين حقتها تهمك ترى راح تهمك يعني في أكثر من حل أقدر أطبقه ولا لازم أطبق الحلول هذه كلها لي... في حلول واجد تطبقها للترهل يمديك أنا قصدي شو يعني أقدر أفضل حل
افضل حل انك تزيد اكلك تدخل حديد بس تصير تبلع على كيفك يا ابوي وتنبسط وفي نفس الوقت حديد طلع لك جسم قسم بالله مقسم مضبوط لازم مرة. نادي لازم تبن والله نادي وشو نص ساعة في اليوم ترى ساعة يعني لازم نادي بعد صلاة الظهر اطلع من البيت خذ لك كوب قهوة افطر طبعا بدري افطر قبل ما تمرن بساعتين عشان ما يجيك مغص وانت تتمرن ويجيك جسمه ذا في المعدة ذا اللي يمغص الامعاء لانها تتخلص تتمدد مع التمرين والعادي يمديك تتمرن وبطنك فل نو بروبلم يعني مو بضارك شيء ما عليك بالمشكلة اللي تفلسفون والله ما ادري يا اخي ما يمدي اسوي طيب تمرين في البيت الا انا اسوي تمريني في البيت ما اسويها برا والله طيب لازم عدة صح ولا لا لا انا ما عندي عدة انا اعتمد على الاشياء اللي في البيت يعني ما اعتمد على شيء في البيت اصلا انا قاعد انا اتمرن تمارين هوائيه شلون يعني الجمب القفزات الفراشه اللي تقفز تفتح يدينك اعطيك الجدول اعطيك الجداول حقتي اللي اتمرن عليها انا شخص ما ربي يعني شلون اقول خفيف عشان اطبق القفزات هذه طيب ابو حمد وزنه 90 بيطبقها راح تتعب في البدايه تكسر رجلينك لان وزنك ثقيل انا كنت اطبقها وانا وزني ثقيل مو خفيف كم وزنك يعني تحت 90 يمكن طيب ابو حمد 90 وشحم حالته حاله ابو حمد مرة راح رشته يا اخي بدا فيها من اسبوعين ابو حمد ترى موضوع اسهل من اللي تخيل يعني بس ابغى لك عزيمه بس شد على نفسك ترى ما تاخذ في اليوم الا ساعه بالكثير نص ساعه طبقك اليوم طيب لازم تاكل هي الحين شو فايده هذا التمرين هوائيه غير انها مثلا تشد جسمك غير تشد جسمك ما له فايده عندي لك عضلات حرق بسيطه حرق الدهن تبني لك عضل اذا اكلت بروتين ما اكلت بروتين راح تحرق العضل عشان كذا تو قاعد اقول له ابو حمد اشتغل المكمل يعني. روح كمل اشتري مكمل غذائي فهمت؟ اللي هو بروتين ايه اللي هو ذا الشوكولاتات البروتين فيه ترى انت ترى يعني الموضوع ابسط من اللي تخيله يعني حتى لو ما كنت تتمرن كلها وراح تلاحظ ان جسمك كلها ونزل الدهون شوي من اكلك وراح تلاحظ ان جسمك يشد شوي بس مو مثل الرياضة بتشدك في 4-5-6 شهور لكن لو قعدت بس تضبط بس اكلك وما تسوي رياضة راح تروح ترهلات تقريبا يمكن في سنة في سنة راح تروح نشوف شو اللي يناسبك اعطيتنا القنوات انت اي ارسلتها ثلاث قنوات تحت تقدر تروح للنادي تشتري الاثقال الخفيفه دي ام 5 كيلو 10 كيلو وتطبق تمارينهم اللي يسوونها هم يسوون تمارين سكوات وذا الشيء يبيعونه في النادي؟ لا في البيت لا يبيعونه في النادي انت تقول لا 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 يبيعونه محلات الرياضه عارف سبورت 1 او يو مارك سبورت؟ ايه في كل مكان ذي فروعها صح ولا لا؟ روح لواحد منها واشتر اشتر 5 كيلو الدنابل او 10 وطبق بعض التمارين في البيت يوميا حط لك جدول مثلا عادي يمديك تدور لك جداول كثيره تبغى تمارين اطالات واثقال اللي هي شويه حديد افضل لك او تبغى تمارين هوائيه مثلي انا وابو حمد بس تمارين هوائيه راح تنحفك تنحف انا بعضلات يا شيخ خبي تبي تعضل؟ ابغى قوه انا تبي قوة ادخل نادي نصيحتي لك والله شاري عليك ادخل نادي لا مو بقوة قوة يعني شلون اقول لك يعني تبغى يعني تبغى شلون اقول نشاط زايد عرفت تبغى نشاط ووزن حلو على جسم مقسم بس شاري عليك ادخل نادي والله
نادي راح يشرع لك العمليه يعني، بس في البيت يمديك، لكن راح تكون صعبه خصوصا العضل يعني، لان راح تحرق يعني، ترك راح تحرق عضل كثير في البيت. لكن نادي لا تحس ان النادي شغله وكلام فاضي، لا لا يا رجال، ترى ساعه في اليوم تروح للنادي، تخش تحمي 5 دقائق، بعد التحميه تتمرن ساعه مثلا، اليوم اكتاف وصدر، بكره رجلين والبطات ذيك، بعده ظهر وبطن، زي كذا. كل يوم لك تمارين معينه مده نصف ساعه، وتطلع من النادي تروح تاكل لك وجبه دسمه يا رجال، وتعيش حياتك طبيعي يعني. كله على بعضه في اليوم، ما ياخذ منك الموضوع. تاكل اكل دسم، اكل دسم عشان تبني عضل وتحرق. لازم دهون صح ولا لا؟ لازم تاكل دهون، لان الدهون تهضم البروتين وتنقله. لازم كربوهيدرات، وين تلقى كربوهيدرات ذي؟ تلقاها في الشوكولاتات، الايس كريم، والخبز. مع الخبز ما شاء الله يعني، ما تحرم نفسك. مو ما تحرم نفسك، بعدين تتغصب الاكل. لا يعني وش هو يعني، عادي يمديك تنوع في الحاجات اللي تبيها قبل يعني، اللي مثلا كل شيء رجيم وشيء ممنوع عليك. ايه كل شيء يعني الرجيم، شوف الرجيم اللي فيه شيء ممنوع هذا والله مو برجيم، اسمح لي. والله اغلب الرجيمات كذا عاد، داري انا كنت حمار ودخلت رجيم زي كذا. الرجيم اللي فيه شيء ممنوع هذا اسمه مو برجيم، هذا حرمان، هذا غلط. انا اكل شوكولاتات براحتك، كل شيء اكل براحتك، كل شيء يمديك تاكله براحتك، بس بنسبه معينه يعني، حسب له تقسيم. اي بتقسيم معين وبترتيب معين. وليش انا اروح اكل اشياء قليله الدسم؟ ترى انا اروح اشتري اشياء القليله الدسم، تدري ليش؟ لاني انسان يحب كل ساعتين ياكل، فاذا شريت شيء قليل الدسم اعطاني مسافه في الدهون في يومي، فاذا جاء في الليل ابغى اروح والله مطعم وابلع، ما عندي عشان توازن يعني. ايوه عشان اكل كثير، بس مو بوازن. عشان اكل كثير. عشان اكل في اليوم 6 وجبات، ترى انا اكل اليوم 6 7 وجبات. ما شاء الله عليك. بس مو بكلها دسمه، لا وجبتين دسمه والباقي وجبات خفيفه يعني. اي مثلا شوكولاتات، بطاطس زي كذا، انا احب زي كذا، فهمت؟ هذا الشيء يعني كان مسهم مني اول. يا اخي والله ليتك تشوفني قبل يا شيخ، اللي تبي يا شيخ، مندي، رز، مكرونيا، كاكاو، اللي تبي، كولا، اكل يا شيخ، اعوذ بالله، والله ما ادري شلون كنت عايش، الحمد لله اكل حال، بس ترى كان جاني مرض في القلب ولا شيء لا سمح الله. وانا بروح استلم ملفي، سحبت عليه في الثانويه، شلون بدخل جهه اليوم كذا بالزحف، ساحب على ملفه. والله مرسل لي المدرس، تعرف ملفك. يعرفك؟ ايه المراقب، قال تعال خذ ملفك ولا ما تبغى تدخل الجامعه. اوه صح، ما انت صح صح، ايه نسيت، صح صح، بسم الله دخلت الجامعه، الله يستر عليك، موفق. امين اياك، يلا على ملفك.